أهلا بكم في دنيانا في هذه الحلقة الثانية من تونس، ونحن هنا لنواكب الذكرى الثامنة للربيع العربي بكل ما تحمله، أو ما يسمى بالربيع العربي بكل ما تحمله هذه الذكرى من تناقضات ومن نقاشات. ماذا تحقق؟ أين تقدمنا؟ وهذه هي الأسئلة حصرا التي سنناقشها في الفقرة الثانية، ولكن أيضا سنتحدث في فقرتنا الأولى عن هل حل الربيع العربي مشاكل الأقليات التي كانت مطموسة؟ هل أبرزها؟ هل نحن باتجاه إعطاء الحرية لتلك الأقليات؟ كنا في حلقة سابقة قد تحدثنا عن عودة الاحتجاجات، ونحن في حلقة ثالثة سنتحدث عن الهوية والانتماء. نحن عرب، فارقة، مغاربة، من نحن؟ لأن هذا السؤال مطروح بقوة الآن كما ستكتشفون معنا في الحلقة الثالثة. وفي هذه الحلقة نستضيف حدى حزام من الجزائر، ونستضيف أيضا يمينة ثابت من تونس، وفاطمة عبدالله الكراي، أيضا أنت تونسية مغربية، وهذا أيضا شيء جميل في هذا التنوع الذي يدخل في صلب نقاشنا. أهلا بكنا، وأهلا بك أيضا محمد بن موسى، ضيف الفقرة الأولى عن موضوع الأقليات. سنتعرف عليكن وعليك أكثر، كما أنه سيشاركنا في هذه الحلقة شباب من مختلف الجامعات التونسية ليشاركون معنا في آرائهم فيما نناقش. نبدأ بالتعرف على المشاركات معنا. من عندك حدى حزام، قلنا أنك من الجزائر، أنت أول رئيسة تحرير، أنت صاحبة جريدة لأنه تصدرين هذه الجريدة، وأنت أول جزائرية تصدر صحيفة. نعم، أنا حدى حزام، مديرة جريدة الفجر بالجزائر، وأصدرت الصحيفة منذ سنة 2000 حتى اليوم. أنا أول سيدات تؤسس جريدة، لكن ظهرت بعدها وأنت سيدات. كافحتي من خلال ولا زلت أكافح من خلال إصدارك لهذه الجريدة، صوت معارض، لأن صوت الفجر هو صوت معارض وينتقد بشدة سياسة الجزائر، وأيضا كل القضايا، يتعرض لكل القضايا الدولية والمحلية وقضايا الحريات. أهلا بك حدى. يمينة ثابت، أنت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، أنت من تونس. أهلا بك يمينة. هل من إضافة على التعريف؟ وأنت أيضا طبيبة. نعم، يعني تختارين الطب في معالجة الناس والجمعية في معالجة هذا الإشحاف بحق الأقليات. يمكن فيما يخص قضية الأقليات هو عمل جماعي، عمل كل المجتمع التونسي يستحق النقد. وأنت أيضا تعرضتي لهجمات وانتقادات على خلفية بعض الدعم الدعم لبعض الأقليات التي تثير. نعم، تعرضنا كأعضاء الجمعية لتهديدات كبيرة حتى وصلت إلى الهجوم على مقر الجمعية وغيره. يعني صارت العديد من الاعتداءات اللي كانت متوقعة، لكن قمنا بخطوات إيجابية جدا. نفضل أن نخزر الجانب المليء مثلا معبي من الكأس من بلوتوك للجانب الآخر، لكن تتطرق إلى قضايا يمكن مسكوت عنها منذ سنوات أي شخص سيتعرض. النقد بطبيعة الحال شيء عادي، يعني إذا تتعرض إلى النقد هو شيء عادي، لكن التعرض إلى التهديدات أو غيره من أنواع العنف يعني هو ليس له أي مبرر. على كل، لذلك أنت معنا ونرغب في أن نستمع إلى هذه القضايا التي تتعرضون لها في هذه الجمعية. أهلا بك يمينة. فاطمة بن عبد الله الكراي، أنت أيضا صحفية تونسية مغربية. نعم. وأنت في صحيفة الشروق. أنا رئيسة التحرير بجريدة الشروق، ولكن خاصة أني أول رئيس تحرير امرأة التي تكتب افتتاحية وكذلك تباشر المهنة والاختصاص من الصباح إلى المساء، يعني مش كنية فقط. صحفية أنا باعتقادي أنه التعريف الأساسي بالنسبة لي بعد 35 سنة من المهنة هو أنني صحفية، لأن الصحفي بكي عندما يرتقي يصبح صحفيا. أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني سنستمع إلى رأيك في سياق هذه الحلقة. محمد بن موسى، أنت معنا،
أنت ضيف في فقرتنا الأولى، ونقول إنك معنا لأننا نريد أن نتحدث عن أقليات إما اضطهدت وعادت إلى البروز، وإما أخذت حقوقها أو لم تأخذ، وأنت من البهائيين. نعم. وقلت لنا أنك أستاذ جامعي. نعم، أنا تونسي أبا عن جد، وأنا أنتمي للجامعة البهائية في تونس، أي إلى الأقلية الدينية، ولو أنه كلمة أقلية أنا لا أحبذها، أنا أحس نفسي أكثر مواطن تونسي، وأتشرف بانتمائي لهذا الوطن ولهذا البلد. وأنت أستاذ هندسة معمارية. بالضبط، أنا أستاذ ونحن جامعي. ونحن في مكان استثنائي، هل يعكس الثقافة التونسية، يعكس التراث؟ المتأمل في هذا القصر الجميل يرى فيه أنه فيه تراكم للعديد من الحضارات في نفس الوقت، فيه الأثر الإسلامي، العربي، العثماني، الإيطالي إلى آخره، فتونس كانت ولا زالت دائما متنوعة متعددة، وهذا الجمال، جمال الحديقة التونسية خلينا نقول. أهلا بكم، أهلا بكنا، أهلا بك وبكم، ونحن يعني نرغب في أن نبدأ هذه الحلقة بمقابلة سريعة أجريناها عبر سكايب مع أفيال حداد، وهو من الطائفة اليهودية التونسية، ومؤخراً عادت هذه الطائفة إلى البروز مع توزير أحد أعضائها وزيراً للسياحة في تونس، ولكن رغم ذلك هناك قول لهذه الطائفة بأنها ما زالت تعاني من التهميش. أنا أفيال حداد، يعني تونسي المولد والجنسية، وأنا يعني من أنتمي إلى الديانة اليهودية، وأختن بجزيرة جربة بتونس. هذه يختنون قرابة 1200 يهودي، يعني الأغلبية اليهودية التي تبقوا اليوم أصبح يهود في تونس تقريبا 1500 1200 يعيشون بجربة. وأنا أرجح سبب يعني المغادرة اليهود إلى من تونس بعد كان عددهم 120,000 قبل بعد الاستقلال، لأن اليهود كانوا يشتغلون بالإدارات العامة، بل يشتغلون يعني كانوا مثلهم مثل بقية المواطنين، كل التونسيين. بس بعدين صار في اضطهاد، اليهود أصبحوا الذي يريد أن يشتغل في تونس يخرج للعمل إلى الخارج، يكمل دراسته بالخارج ويستقر بالخارج. والآن أصبحوا اليهود الذي تبقوا يعني لا يدرسون، لأن ليس لديهم يعني لا يمكنهم أن يشتغلوا بكل المهن، يا أما يعني بالتجارة عائلية، البنت تتزوج وتصبح ربة بيت، أو يريد من الذي يشتغل ويكمل دراسته يمشي بالخارج ويستقر هناك. يمينة، يعني لا يمكن أن يعملوا في كل المهن. هو فيما يخص التوينسة اليهود، خاطر أنا ما نستعملش الإكسبرسيون اليهود التوينسة، هما التوينسة. نعم. اليهود، وإن شاء الله نوصلوا النهار إلى درجة من النضج، يعني اللي ما نذكروش حتى ديانة الشخص عندما نتحدث فقط عنه، إذا صار وزير أو إذا صار في موقف متموقع متاع مسؤولية وغيره، يعني نوصل النهار اللي نحكيه على مبدأ المواطنة فحسب. يعني فيما يخص التوينس اليهود يعني اللي في تونس، المشكل في الوظيفة العمومية، هناك العديد من العوائق في تخلط الوظيفة العمومية وتشتغل في الوظيفة العمومية. العوائق هي سي دي زوبستاكل ادمنستراتيف، معناها كلكو سورت، معناتها فما العديد من العوائق حتى مش تخلط تخدم في الوظيفة العمومية. لماذا؟ على خاطر فما مشكل، فمش قانون يمنع أنك تدخل الوظيفة العمومية، ولكن كيف يعرف أن هذا المواطن هو من الطائفة اليهودية؟ هل من ذكر للطائفة على الهوية أو أي مستند؟ لا، فما هو المشكل وين؟ في بطاقة التعريف الوطنية ليس هناك ذكر للديانة في تونس، حتى في مضمون الولادة فمش ذكر للديانة في تونس، لكن المشكل هو بالاسم واللقب تعرف الديانة، على خاطر جنرال ما تلقى خليط بين لقب تونسي واسم كما باغ اكزومبل روني افييل وغيره، اللي تعرف ان الشخص وبلس نعرفوا بعضنا ما في تونس. المشكله هو العديد من التوانسه اليهود لقوا مشاكل مش يلتحقوا بال مثلا
بالفونكسيون بوبليك في القطاع العام. القطاع العام، ومن ناحيه اخرى فما عوائق في الاشتغال بيدو في الممارسات الدينيه، في الطقوس في الطقوس الدينيه، فما ايامات ما تجمش تخدم فيها، ايام تجم تخدم فيها، فما متى عيد اللي ما تجمش تشتغل فيه، وما فماش يعني ليونه. نحن تأقل. بدأنا عن موضوع التوانسة اليهود، ولكن نحن نريد أن نتوسع في الكلام على الأقليات. ما رأيك حدا؟ يعني هل مشكلة الأقليات برزت لتحل أم برزت لتطرح مشكلة؟ أنا أولاً في الجزائر لم تعرف الربيع العربي بمفهومه الحالي الذي نحن اليوم بسبب يعني إحياء الذكرى الثامنة له. في الجزائر الأحداث سبقت بأكثر من 22 سنة، في يوم 5 أكتوبر سنة 88، وبعدها جاءت التحددية السياسية وكل التغييرات التي وقعت، وزائد أكثر من عشرية إرهاب ودم. في الحقيقة الأقليات في الجزائر، كنا سابقا نقول أن الأمازيغ أقليات، ولكن بعد مع ظهور يعني النقاش الحر تبين أن أغلبيتهم أمازيغ وليسوا أقلية، بالعكس. لكن بالنسبة للديانات، الدستور الجزائري لا يقول أنه هناك مساواة، يكفل لكل جميع يعني الحق في اختيار الديانة، لكن في الواقع ليس كذلك، لأنه يقول أن دين الدولة هو الإسلام. وهناك مثلا منذ سنتين وقع يعني ملاحقة الأقلية الأحمدية وسجن بعض أعضائها ومنعوا من ممارسة طقوسهم. بالنسبة لليهود، أنا أتذكر سنة 88 قال رئيس رابطة حقوق الإنسان بالجزائر، قال أنه موجود 12 ألف يهودي في الجزائر، لكن بعد الأحداث الدموية التي عرفتها البلاد هجر الكثيرون منهم، وبقيت أعداد قليلة لا يمكن إعطائها لأنهم اختفوا نهائيا من المشهد. حتى شواهد القبور في المقبرة اليهود تم تكسيرها حتى لا يذهب إليهم الإرهابيون ويعني يخافوا من القتل ومن التصفية. بالنسبة للمسيحيين نفس الشيء، يمارسون طقوسهم في نوع من السرية، رغم أن الدستور مثل ما أسلفت يعترف بحق الجميع فيه. ولكن مؤخرا جرى افتتاح الكنيسة التي شهدت مجزرة قتل فيها رجال دين مسيحيين، وحضرنا كلنا الفيلم الشهير Des Hommes et des Dieux. نعم، هم لم يقتلوا في الكنيسة، هم كانوا يعملون في الكنيسة وقتلوا في منطقة أخرى، وتم تطويب الرهبان الذين قتلوا، واعترفت الجزائر بهذا، وكان حفل مهم جدا حضره شخصيات من كل العالم، كان شيء جميل. لكن حتى هذا التيار السلفي كسر الكثير من الأشياء ويعني وضيق على الحريات، حتى وإن كانت القوانين الجزائرية لا تمنع يعني الحريات بالطريقة التي منعت بها الطائفة الأحمدية. أنا أريد أن نتحدث كل شيء في بداية الحلقة. سنستمع إلى الآراء. يعني فاطمة، ما رأيك بقضية الأقليات؟ طبعا. ورغم أنه محمد اعترض على التعبير، أنا أيضا معترضة على التعبير بعد بكل لطف. طبعا يمينة جنبي ونعرف اللي هي والجمعية يعملون الكثير، وهذا على مستوى اجتماعي، والمجتمع في حاجة إلى ذلك وفي حاجة إلى تصحيح بعض المفاهيم. ولكن باعتقادي أن مسألة الأقليات بالنسبة لي أعترض عليها بهذه الطريقة، أنها قد تكون تخفي أشياء أخرى التي يراد بها كلمة حق يراد بها باطل. كيف؟ هذه نظرية المؤامرة؟ نعم، هناك مؤامرة، لأن السياسة هذه قضية حقوقية، أليس كذلك؟ لا سمحني سيدتي، السياسة في العالم كامل منذ مونتسكيو إلى الآن السياسة مبنية على المؤامرات وعلى القانون أيضا. ماذا تطرحين فاطمة كي نوضح أنا الفكرة؟ أنا أطرح أن لا يحق للأقليات، لا نتحدث عن الأقليات. أنا بالنسبة لي التونسي تونسي ببطاقة التعريف إلى آخره ومواطنته. ماذا لو كان غير حاصل على حقوقه؟ أي طبعا، إذا كان غير حاصل على حقوقه نحن نناضل من أجل أن يحصل على حقوقه، وليس بصفته لأنه يهودي. مثلا بالنسبة لليهود في تونس، الطائفة اليهودية، بالنسبة لي الاعتراض يأتي عندما تتكلم دولة أو الكيان الصهيوني يتحدث منذ 3 أسابيع على أنه سوف يطالب بحقوق
اليهود التونسيين الذين خرجوا من تونس وأملاكهم وقدرها بكذا والجزائر. يعني هل بسبب هذا الموقف سيدفع التونسي اليهودي ثمناً وهو قرر البقاء في دولته؟ لا بالعكس، أنا أعتقد أن هذه تدخل أجنبي، هذا شيء آخر. شيء آخر، هذا شيء آخر. لذلك قلت دعينا نبقى في موضوعنا، في موضوع التونسيين. نحن نتحدث عن الحقوق. أنا باعتقادي أن الحقوق يجب أن تجمع كل التونسيين بقطع النظر عن مذاهبهم، عن دياناتهم، عن فلسفتهم في الحياة. المواطنة هي التي تجمعنا، وهنا أتحدث عن القواسم المشتركة التي أسميها القواسم المشتركة، وهي المواطنة لا غير المواطنة. نحن هذا هو صلب موضوعنا، الحقوق. نعم. لذلك الآن سنستمع قبل أن نعطيك الكلام محمد إلى لطيفة لطيفي، وهي من أصحاب البشرة الداكنة. نعم. تتحدث كيف رغم وجود قانون يمنع التمييز في تونس، كيف هي لا تنتقى كجديدة موظفة. نعم. القانون جديد، تجريم العنصرية قانون وقانون جديد. نعم. لكن إذا كان بإمكاني أني نجيب على الأستاذة فاطمة قبل لطيفة، قبل حتى فوالا، أنا نوافقها في كلامها 100% وقت اللي تقول اللي يلزم فما حتى فرق بين المواطنين، واللي إذا فما علاقة بين مواطن ومواطن فهي على قاعدة مبدأ المواطنة، يعني ما بيناتنا واجبات وحقوق. بالنسبة لي أنا ما فماش فرق بين مواطن وغيره، ولا داعي لذكر حتى ديانة الشخص أو انتمائه أو. لكن كلمة أقليات هي مهمة جدا، لأن كل عمليات الظلم، نجم نقولها الظلم في العالم العربي، إذا اعتبرنا أن تونس جزء من العالم العربي، هي جيت على قاعدة الأغلبية العددية. فعندما في تونس نلغي كل انتماء ديني آخر، كي نستعمله في الكلام، في الكلام اليومي، الكلنا مسلمين، هي دولة مسلمة، عملية الإقصاء هذه قاعدتها كلها تستقيم الليجيتيميتي نتاعها من انه 99%، شرعيتها من انه 99%. دونك هي المشكل اليوم في المساواه في الحقوق والحريات، ياثر فيها هو الاغلبيه العدديه والاقليه العدديه. هذاك علاش اليوم لازم نقولوا اللي فما اقليات عدديه في المجتمعات نتاعنا، مش اليوم القانون يرجع لها حقوقها ونحترموها. وصلت فكرتك لطيفه لطيفي، نستمع الى ما قالته. مشيت الكاستينج، المخرج النجم نقول اسمه كيما نجم ما نقولش، قال لي رانا ما نستحقوش في الافلام التوانسة تاع راس ذوي البشرة السوداء. قلت له علاه يا اخي، المجتمع التونسي ماهوش خليط؟ قال لي لا، مش كاستينج مش خليط، اما ما نستحق لكمش في السينما، يعني تنجموا تكونوا في بقايا اخرى لكن في السينما والتلفزة ما نستحق لكمش. حاجة أخرى زادة صارت لي في ميدان الإعلام وقت اللي خدمت في تلفزة خاصة، بحكم أني عرائسية ونخدم مع الصغار برشا والكل، قدمت مطلب للمدير المؤسسة حاله على المسؤول على البرمجة، قال له لا انا كيفاش باش نقبل وحده سمراء ما عندها ما تضيف ودرا شنو. قال وانا عجبتني وعجبتني خدمتها والفاب اللي تخدم عليه، نحبها تدخل معاهم في الماتيناء هكا حاجه زايده وحاجه جديده وتنشط الصغار وسرتو هي معنا بنت الدمام. قال له لا ما انا ما عجبتنيش يا اخي، باش نقعد نزيد على خاطرها بروجيكتور يا اخي مدير المؤسسه. قالوا زيدوا بروجيكتور وزيدها هي في الماتيناء، وخدمت في الماتيناء. محمد، أين أنت من كل هذا النقاش؟ والله يبدو لي فما منطقة وسطى، يعني أنا مثلا تونسي أبا عن جد، يعني ولا في مزايدات تكون أو تصح بين التوانسة أبا عن جد، يعني أولادها الشعب هذا، أولادها الأرض هذه. أنا دائما أفتخر أنه أبي يعني الوالد شارك في الحركة الوطنية، فقضية أنه انتماء ومواطنة هذا قضية يبدو لي زايدة. القضية هي الآتية، إن اعتقدنا وإن أمننا بالمواطنة فلنحن نعتقد في المساواة. هل إحنا عندنا فكرة واضحة حول العدل؟ لأنه أحياناً إحنا يكون في مواطنين
واللي هما ما زلنا نصنفها من درجات أخرى للأسف. يعني في مواطن درجة أولى ومواطنين آخرين اللي هما درجة ثانية أو ثالثة. أنت مصنف من أي درجة؟ والله أنا أنتمي لهالدرجة الأولى، أنا في قرارة نفسي، في قرارة عقيدتي فكري درجة أولى. لكن عندما نشوف من الناحية القانونية، عندما نشوف ناس تحرم من أنها تدفن، تتحدث عن البهائية. نعم نعم، عندما نشوف في ناس تصدر في حقهم فتوى بالتكفير والردة، فعلى أي مواطن نحكي وعلى أي جهة خارجية أو والله ما بعرف من أي بلد هي تتدخل في قضية مواطنية تونسية؟ القضية المواطنة تقتضي أنه نحس ببعضنا، أنه يكون في تآزر. أي شخص أسود شيعي مسيحي لا ديني والله ما بعرف أي انتمائه، لو يظلم، لو ما يأخذ حقه، لو ما يكون عنده الحق في أنه يكون شريك فعال في بناء المجتمع، فهذه قضية الجميع. ما يكون فيها، لازم ما نصنف فيها الناس وما نحكي بطريقة فئوية. للأسف الصوت الأغلب والعالي في الوقت الحالي في تونس هو صوت الفئويات. أنا أنتمي لكذا وأنا أنتمي لكذا. قضيتنا هي بناء وعينا. هل ممكن أنه نبني تونس القرن 21 بدون أنه نحس بالآخر ونحس بالمساواة والعدل تجاه الجميع؟ سريعا، قضية البهائيين في تونس. والله إحنا كبهائيين ممكن نفاجئك، أنا ما أحس اللي عندي قضية. قضية هي قضية تونسية، ما هي قضية بهائية أو قضية البهائيين. إحنا دعينا للبرلمان وشاركنا في البرلمان كبهائيين، وشاركنا وقدمنا وجهات نظرنا للجان اللي مهتمة بالحرية وبحقوق الإنسان إلى آخره. فإحنا دائما ننخرط في بناء الوعي وبناء المجتمع. لكن في المقابل، خلينا نحكي على الواقع في الوقت الحالي، الناس ما زالت تحب تصنف. يعني هذه قضية أنه الراجل أحسن من المرأة، قضية أنه الأبيض أحسن من الأسود، قضية المنطقة الجهة هذه في تونس أحسن من المناطق الداخلية. للأسف هي منظومة فكرية ما زلنا نعانيها. فعندما نبني وعينا، وهالشباب إن شاء الله هذايا ينتبه لهالقضية، اللي أي تونسي، بل قل فلنقل أي إنسان، لأنه أنا كبهائي أعتقد أنه الأرض هي وطن للجميع. أي إنسان كوليبالي اللي هو من الكوت ديفوار هو عندي أنا تونسي. يعني أنا أعتقد أنه أي إنسان على وجه الأرض وعلى وجه تونس يظلم، إن كان أسود، إن كان أبيض، إن كان أي، إن كان امرأة، أمازيغي، بهائي، مسيحي، هي قضية إنسانية لابد أنه ندافع عليها كلنا. يعني سنعود إلى يعني ملاحظاتكم ومداخلاتكم بعد جولة سريعة مع المشاركين معنا. تفضلي. نحب نعرض على كلام مدام فاطمة في الأول، خاطر هي قالت أنه كل تونسيين والمواطنين عنا نفس الحقوق. هذا حديث يعني ولفنا به ومعروف، أما شبينا ما نش نشوفه في الفاعلية متاعه؟ شبينا نشوف قاعدين في المعاناة متاع اليهود ونشوفه في المعاناة متاع الأقليات بصفة عامة، مثلا الأمازيغ. شبينا ما عنيش وعي في بلاد تونسية بالفئة ذي اللي هي فئة ماهيش أقليات، أما منش قاعدين نفعلوا فيها على أرض الواقع. واليهود شبيهم قاعدين يعني في الوظيفة العمومية؟ أبسط مثال في الروبورتاج أصحاب البشرة السوداء، علش ما همش منش قاعدين نشوفوا فيهم؟ يعني تريدين أن تقولي أنه هناك كلام أنه كل التونسيين لديهم مساواة في الحقوق، ولكن على أرض الواقع ليس لا. هذا هو الواقع. خلينا ننتقل. تفضلي. حبيت نحكي على القانون، قانون تجريم التمييز العنصري في تونس واحترام الأقليات، اللي هو معناها ينفي أي إقصاء للآخر مهما كان لونه وعرقه ودينه وجنسه وحتى جهته. حبيت نسأل على مدى فاعليته. معناها فما مؤخرا كانت فما معناتها اعتداء معناتها على معلم في مدرسة، إنه هو أسمر البشرة، وكانت الأم معناتها ولية أمر كانت نعتته بأبشع الشتائم على خاطر لونه وكل شيء، وهو قدم بها قضية. فهل معناتها أنا بالنسبة لي رأى فيها هذا مؤشر إيجابي إنه باش يتم تفعيل القانون هذا، وش وقتها يترسخ في وعي في الشعب إنه يحترموا الأقليات؟ شكرا. شكرا. سريعا، حبيت اليوم نحكي على الوضع متاع الأمازيغ في تونس، مش كأقلية على خاطر ثقافة الأمازيغية هي هوية الأرض وهوية شمال إفريقيا الكل.
حبيت نقول ان تلمينا في ورشات مع سيد وزير حقوق الانسان من اجل الاعتراف باللغه الامازيغيه وبالثقافه الامازيغيه كثقافه اصليه لتونس، لكن نشوفوا لليوم مازال فما قمع، مازال فما قله وعي بالثقافه الامازيغيه. دونك حبيت نقول معناتها شكون فيكم ينجم يحكينا على الجانب القانوني، وقتاش نجموا نفعلوا القوانين باش يوقف القمع هذايا، وقتاش نجموا نرسموا اللغه الامازيغيه كلغه رسميه؟ وشكرا. حبيت نقول احنا كتوانسه وكامازيغ قاعدين نتعرضوا الخطاب نتاع تفرقه، الوغ احنا أغلبية في بلادنا، احنا اولاد الارض هذه، احنا اولاد شمال افريقيا، دونك لازمنا تصحيح معاني في الكوتي هذا نتاع الثقافه الامازيغيه، ولازم التونسي يولي واعي بهويته وبالانتماء نتاعو للارض هذه. شكرا. وصلت الفكره. حبيت نسال، اليوم فما قوانين جرم التمييز العنصري مهما كان الدين اللون الجنس، اما علاش اليوم ما فماش خطوات تميز تجرم التمييز العنصري حسب الميول الجنسيه، وعلاش ما فماش احترام اليوم للميول الجنسيه في تونس؟ شكرا. شكرا. اخر مداخله. جست حبيت نشير إلى أنه معناها مشكلة الأقليات بتونس هي مشكلة يعني كبيرة برشا، لكن أهم الأسباب اللي تخلي المشكلة هذه تزيد تتفاقم وكل هي معناها القراية، هي الدراسة، يعني لو سيستيم إدوكاتيف بالرسمي معناها لازم نعرفه أنه معناها هو مهم جدا، ومعناها مهم برشا في ال... شكرا. مهم جدا النظام التربوي في تخفيف هذا الشعور بالانقسام. ما رأيك بما استمعتي إليه؟ أنا الأسئلة التي طرحها الشباب هي كلها طرحت في الجزائر من سنوات وما زالت تطرح حتى الآن. في الجزائر تقدمنا كثيرا في هذا الجانب، خاصة في مشكلة قضية الأمازيغية. حاليا اللغة الأمازيغية تدرس بالمدارس، واللغة الأمازيغية معترف بها لغة رسمية في الجزائر بعد اللغة العربية، ايضا مقبوله في المحاكم، ويمكن ان يحاكم الامازيغي باللغه الامازيغيه. الكثير من الاشياء تقدمت، لكن هناك نقاش في المجتمع خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي يعني معادي لهذا الطرح، ويريد ان يفرض يعني العنصر العربي انه هو الاغلبيه، ولكن في الحقيقه هو ليس كذلك. تقدمنا كثيرا، وممكن جدا ايضا نفس الشيء يحدث في المغرب لكن بدرجه اقل من الجزائر. هذا يعني اهم شيء في الجزائر من هذا الجانب. فاطمة. أنا باعتقادي، سمحني يمينة، باعتقادي أولا ساعة أجيب الآن الصحفية إن شاء الله نشوفوها جلاسي، أنا لم أقل أن المواطنين متساوين وأن القانون يطبق وأن الدستور هذا ما يسمى بالدستور الجميل اللي هو ما فيه نقائص كثيرة هو يطبق، أنا لم أقل ذلك. هناك تمييز في تونس، تمييز بين الجهات، تمييز بين المرأة والرجل، ولكن بالنسبة للمغرب، بالنسبة للمغرب وصل إلى حد المؤسسات كما الجزائر أو قبل شوي، لأنه العدد موجود أكثر، والأمازيغية معترف بها، وهناك وسائل إعلام أمازيغية، وسائل إعلام أمازيغية إلى آخره. ولكن أنا لست ضد هذا، بالعكس، مع أنت حتى كيف أنا نجم نقول لك سيدتي أنه في تونس مثلا اللغة العربية هي أقلية، اللغة الفرنسية هي الدفانس، اللغة الفرنسية اللي تتقدم، يعني احنا مشكلة، والدارجة احنا عندنا مشاكل أخرى يجب أن نتناقش فيها، وأنا فرحانة أنه شباب معناها يتكلم على التنوع وعلى إبراز الأشياء هذه، لأنه أنا كيف تكلمت من الأول حبيت نقول اللي نحن عندنا تنوع ويجب أن نفتخر به ويجب أن نؤسس له في القانون، ولكن عندنا أقليات عديدة، منها المعرفة أقلية، العلم أقلية، التقدم أقلية، والإنسان، حقوق الإنسان أقلية. محمد سريع عن رأيك قبل ما نجي إليك. والله بالطبع يعني القضية لازم نحس، أنا قلت قبيلا نحس بالآخر، يعني أنا أستذكر مقولة أبو الطيب المتنبي، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. الغريب والمقلق أحيانا، وعذرا يعني باش نتكلم كل صراحة، إنه الناس تنصب حالها هي تتكلم باسم الآخرين، ما يسمعوا صوتهم، لا يسمعوا ضيمهم، لا يسمعوا معاناتهم، ثم بعد نقولوا راو إحنا وصلنا مستوى من المواطنة وإلى آخره. نحتاج إنه نصغي للآخر، يعني إذا كان أنا كتونسي
شاركت معناها في أنه يكون عندنا هالدستور هذا ونادينا بالحقوق والحريات. ثم من بعد عندما نتقدم أنا باش نعمل جمعية ترفض الجمعية، فعلى أي مساواة نحكي؟ وهذا حصل؟ وهذا حصل. حصل. هذا حصل اليوم الناس هذا، يعني احنا قابلنا كل الرؤساء وكل الوزراء وطلبنا منهم يا ناس احنا عنا عائلات من الجيل الخامس من البهائيين 100 سنة تواجد، فهل اليوم احنا مستعدين انه فعليا نخرج من منطقة التراتبية وندخل في محك المواطنة الكاملة والفعالة، وإلا لا؟ لأنه ما هو الفيصل؟ يعني ما هو المعيار للتقييم؟ إذا لم يكن هو تطبيق القانون، يعني إذا كان القانون لا يطبق والدستور لا يطبق. نجاوب، نحب نحاول نجاوب على بعض الأسئلة اللي هي مهمة جدا، مش نخليها سون ريبونس. فيما يخص السيد محمد يعرف بالقدي اللي نظلنا جنب إلى جنب مدة سنين لكتابة الدستور، وبعد ذلك للنقاش على قانون تجريم العنصرية اللي كانوا في المجلس حاضرين عديد أعضاء الجمعية وأصدقاء الجمعية من ديانات مختلفة وغيره. اليوم عندنا فما شيء اللي هي من الأشياء اللي احنا ياسر فخورين بها في الدستور التونسي اللي هي مهمة جدا، هي حرية الضمير، يعني حق المواطن التونسي في اختيار دينه، في تغيير دينه أو عدم اختيار دين. لكن في نفس الوقت في نفس الدستور هناك الفصل 74 الذي يمنع غير المسلم من الترشح لرئاسة الجمهورية، وهذا وهنا يكون الإقصاء. كيف اليوم في الحكومة التونسية فما الوزير الوحيد لغير قادر للترشح لرئاسة الجمهورية هو الوزير غير المسلم؟ بطبيعة الحال أنا ما نعرفش يعني ديانة الناس، لكن ديجا هذه نوع من أنواع الإقصاء والتناقضات في نفس الدستور. فيما يخص بعض الأسئلة اللي مازلت تذكرهم، احنا في جمعية وسيم سنة الأقليتنا نعتبر الأمازيغية أقلية بل بالعكس، لكن فيما يخص الدستور التونسي طالبنا في 2000 وقت تمت كتابة الدستور الجمهورية الثانية 2014 طلبنا بتكريس الحضارة التونسية وليس الحضارة العربية المسلمة بل الحضارة التونسية. وهناك أخطر من ذلك في الدستور التونسي، هناك الفصل 38 اللي يقول اللي الدولة التونسية حريصة تسهر على تكريس الحضارة العربية المسلمة في التعليم. لكن أنا قريت في التعليم العمومي ونجم نأكد لك اللي ما نحكيوش على تونس المسيحية، ما نحكيوش على المناضلين الاستقلال اليهود، ما نحكيوش على كي نحكي على تونس المسيحية نذكرك ونعلم الناس اللي تونس أعطت 3 باب للإجليس كاثوليك 3 باب للفاتيكان. كيفاش اليوم المجتمع التونسي محروم والجيل الجديد محروم من معلومة كيف من هذه؟ كيفاش اليوم تونسي يعتنق الديانة المسيحية يعتبر وكأنه مرتد، يعتبر وكأنه خائن، لأنه الدستور يقصيه أصلاً في كتابته، في ديفينيسيون بتاعه، في يعني تحديده للهوية التونسية يربطها بالديانة المسلمة. فيما يخص الأقليات في الميولات الجنسية هذا شيء مهم جداً جداً جداً، الدستور التونسي للجمهورية الثانية يضمن الحياة الشخصية، يضمن كرامة الإنسان ويضمن سرية المراسلة. اليوم تعتبر هناك خرق لسرية المراسلة لإثبات الميول الجنسي للأشخاص ويتم جذبهم في الحبس لمدة 3 سنوات، هناك بالسجن، هناك استعمال للفحص الشرجي اللي هو إهانة واللي هو عملية تعذيب لثبات يعني الميول الجنسي لشخص ويمشي السجن لمدة 3 سنوات. هذا الكل تطبيقا للفصل 230 من كود بينال اللي هو نتيجة الاستعمار الفرنسي وليس نتيجة صوت الشعب كما الدستور التونسي اللي يضمن له كرامته. دونك هذوما الاعتداءات. كان عندك تعليق حدا؟ نعم، انا كنت راح نعلق على قضية الأمازيغية. احنا الان النقاش وين مطروح؟ النقاش في الحرف الذي يعني تختار للأمازيغية، هل الحرف اللاتيني أم الحرف العربي؟ وهنا صراع كبير جدا وكبير جدا في الجزائر. هذه الإضافة اللي حددتها. شكرا كثير حدا. محمد، يعني وقت هذه الفقرة انتهى، عندك شيء سريع؟ لا، فقط حبيت يعني اتفاعل مع الفكرة أنه أهمية التعليم، يعني بدون يعني أنه إرساء دعائم فكرية ثقافية منذ الطفولة مش ممكن نبني مجتمع متنوع، لأنه قضية التنوع مؤخرا كان في ندوة عالمية حول الأمازيغية والحق في التنوع بصفة عامة يعني بأشكاله عدة، كان في ناس من كردستان، كان في ناس من المغرب، كان في ناس من الجزائر، كان في ناس من تونس وأمازيغ. اللقاء هذا يعني أكد، وهو بتنظيم الأوبسيرفاتوار دو دروا لا ديفيرونس، اللقاء هذا أكد على أنه بدون أنه يكون في تعليم ودحض التعصبات منذ الطفولة مش ممكن تتقدم الشعوب ومش ممكن يتقدم الشعب التونسي.
شكراً، شكراً لك محمد بن موسى على المشاركة معنا في هذه الفقرة. هل تعرف مجموعة تطلق على نفسها فني روماً عني؟ هي مجموعة تونسية برزت مع الثورة التونسية. سنشاهد هذا التقرير ونفتح النقاش فيما تبقى من الوقت حول ماذا تحقق، أين نحن بعد 8 سنوات على ما يسمى بالربيع العربي. وشكر مكرر لك. هي نقطة الالتقاء كانت في ساحة القصبة، وساحة القصبة كانت عبارة على مكان رمزي أيام الثورة، واللي هي كانوا يتقابلوا فيها المحتجين بدعوة أو بمطالبة لإسقاط الحكومة. وقتها كانت الناس جاية من مختلف مناطق الجمهورية، وكانوا يصير مجموعة من التعبيرات اللي كانت تصير بالمطالبة بهالمطالب الشعبية إن صح التعبير. فاخترنا احنا كمجموعة التكتيكات الفنية أو الاحتجاجات التعبيرية الجديدة، إلى أن شوي شوي تكونت المجموعة هذه، وقررت في أوت 2011 أنه يكون فما كوليكتيف يتم الإعلان عليه اسمه فني رغم عني. فني رغم عني رغم عن الناس اللي ترفض فكرة الحياة، ترفض فكرة الألوان، ترفض فكرة البهجة والرقص إلى غير ذلك، وكذلك حتى رغم عن النظام اللي كان قام على الشبيبة، اللي كان يحاول بدرجة أو بأخرى تمييز ناس معينين على ناس أخرى. فكانت دائما الفساد إن صح التعبير المتغلغل في نظام الدولة قبل 17-14 جانفي، خلينا أنه نختاروا فكرة رغما عن كل شخص يحاول الوقوف أمام مواهب الشباب والتعبير. اللي تغيرت، إذا كان رح نحكيه على المشهد الثقافي قبل أو بعد 8 سنوات من الثورة، هو فتح الأبواب الجديدة أمام الناس التي تستحق أن تأخذ فرصتها في المجال الثقافي والفني اللي هو يهمنا بالأساس، أو كذلك خاصة في المجال السياسي والاجتماعي، وأخذ القرار وفتح الفرص للتعبير والنقاش والنقد وإلى غير ذلك. فبالنسبة لنا الفرق هو كرامة الكلمة وحرية التعبير. يعني بعد هذا التقرير الذي يشير إلى أنه ما يسمى بالربيع العربي أو الثورة التونسية التي انطلقت قبل 8 سنوات وكان احتفالها قبل مدة قصيرة احتفال بذكراها، أبرزت نفس جديد ثقافي فني سياسي رغم كل الملاحظات التي تحصل. وأنت حتى بدأت بالكلام أنه الجزائر لم يشهد ربيعا عربيا. حاليا هناك تراجع كبير عن مكاسب ثورة أكتوبر 88 التي أقرت التعددية في الجزائر، وحتى أن الجمعيات المجتمع المدني كلها صارت بلون واحد، مثل ما هي أغلب الأحزاب خاصة كلها موالية لرئاسة الجمهورية وتؤيد برنامج رئيس الجمهورية، وكل الأصوات المعادية لهذا لبرنامج الرئيس كلها غير مقبولة في الخريطة السياسية الجزائرية. وهناك تضييق كبير على الحريات السياسية، حتى المعارضة لم يعد لديها صوت مثل ما كان ذلك في السنوات السابقة. حتى يعني لماذا لم يصل ما يسمى بالربيع العربي إلى الجزائر؟ لأنها عرفت الأحداث من قبل. أنا لم ترغب أن أعود إلى سنة 88 لأننا عرفنا ماذا أدت انتفاضة الشارع الجزائري، وأدت إلى وصول الإسلاميين وتعاظم التيار الإسلامي الذي قاد البلاد إلى عشرية من الدم. يعني الناس فضلت الاستقرار
نعم خرجت بعض الأقليات التي خرجت، لا أقول الأقليات بالمفهوم سابق، يعني أعداد قليلة من الجزائريين للشارع للمطالبة بالتغيير وبإسقاط النظام، لكنها فشلت لأن عشرية الدم جعلت الجزائريين يخافون من المغامرة ويخافون من الانقلاب ويخافون من التغيير. بعد تونس تحركت مصر، ونستمع سريعا إلى طلبة الذي شارك في مظاهرات الأيام الأولى. الاحتجاجات في يناير كانت لم تكن وليدة التأثر بالثورة التونسية فقط، وإن كانت الثورة التونسية وفرت طبعا المناخ المناسب لأن الناس تحلم بأنه ممكن يحصل تغيير زي ما حصل في تونس، لكن الحقيقة أنها كانت نتاج عمل على الأرض من 2003 إلى 2011. بنحاول نقول أنه النظام ده ما ينفعش يكمل، وبنحاول نقول أنه النظام ده ما ينفعش يورث لجمال مبارك زي ما هو كان متوقع ومزمع، وبنحاول نقول أنه كفاية حسني مبارك. الاحتجاجات بدأت مع حركة كفاية في 2003، واستمرت من خلال حركات كثيرة شبابية على الأرض طوال السبع سنوات، ثم ترجمت في النهاية إلى الجمعية الوطنية للتغيير التي كان يرأسها الدكتور محمد البردعي، ثم إلى ثورة يناير وما حدث. في المغرب أيضا، بالنسبة إليك فاطمة، في المغرب أيضا صارت محاولة ولكن لم تستكمل. التجربة المغربية تجربة أخرى، خرج الناس صحيح ولكن على مراحل معينة، لأن المغرب شهدت تحركات من قبل التعددية الحزبية، وكذلك المجتمع المدني عرف طفرة نوعية في المغرب، هذا معلوم، بين حكم الملك الراحل حسن الثاني والملك الحالي، المؤسسات الدستورية ودولة القانون إلى آخره. ولكن المهم أكثر من هذا، في المغرب نوع من الانتيسيباسيون، يعني نوع من الاستباق تمثل في التحوير الذي عرفه الدستور المغربي. ولكن الأحزاب في المغرب الحقيقة موجودة من قبل، معناتها التداول على السلطة والصراعات وغيره موجود، ولكن ليس بطريقة مكتملة. لكن بالنسبة لتونس وليبيا وكذلك مصر، أعتقد أن ما سمي بالربيع العربي هي كان ثورات، لأنه أنا شخصيا كنت متابعة وموجودة في الميدان إلى حد رجوع الناس إلى ديارها، وأنا مشيت للجريدة ومعنت كل تفاصيل هذه، أنا عندي معناها كصحفية وقصبة الأولى والثانية إلى آخره. هي ثورة، وثورة كانت مؤسساتية، لأن الناس الشعارات التي رفعت لم تكن شعارات عشوائية ولم تكن شعارات عاطفية، بينما إنما كانت شعارات من أجل التأسيس. ولكن هناك من أتى، مثل ما وقع في مصر، هناك من أتى بدعم خارجي طبعا، لأنني عندما أطلق مثلا كمناضل في تونس، يطلقون معناتها منذ السبعينات أن الأنظمة هذه الأنظمة العربية رجعية وعميلة إلى آخره، وأن التعاضد بين الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية هو تعاضد معناتها ضد الشعب في حد ذاته، لا يمكن أن أجد مثلا الرجعية العربية تصفق إلى ثورة تتقدم إلى الأمام وترنو إلى المؤسسة وترنو إلى الحريات والتداول على السلطة والتعددية الحزبية، لا يمكن. ولا يمكن أن أصدق أيضا مكين، وقد جاءنا هنا إلى تونس مسرعا، صاحب السبعينيات، أكثر من 70 سنة، وأعرف أنه شخصيا لا يريد أن يسافر المسافات الكبرى، لكنه جاء إلى تونس مرتين وكان يرنو إلى ليبيا وإلى الجزائر، وكشف عن أنيابه هو والإدارة الأمريكية بطريقة. ماذا تريدين أن تقولي؟ لم نفهم عليك. أنت تقولي أن الثورة مؤامرة أم الثورة هي؟ هي الثورة ثورة، ولكن وقع السطو عليها، ونحن الآن نعاني من هذه عملية السطو. أنا أؤمن بالحرية وأؤمن بالديمقراطية، ونعرف أن التيارات الرجعية والتيارات الرجعية بصفة عامة موجودة في كل الديمقراطيات، كسوا في الديمقراطية الناشئة كما تونس، كما في الأوروب اليوم، يعني الإكستريم دوات قاعدة تخلط للبوفوار. المهم اليوم هي توعية، لنكون واعين بأهمية الديمقراطية، ونبعد شوية على نظريات المؤامرة، لأن البلدان العربية، أنا لا أنقض ذلك، نعرف اللي السياسة فما آليات للسياسة، فما دي مانيبولاسيون في السياسة، وهذا مقتنعين به، لكن الشعوب العربية ديما تحط الفشل متاحة
على ظهر وتتحمل مسؤوليه ل دي تيوري دو كومبلو دي تيوري دو كومبلو والصهيونيه والامبرياليه لكن هذا عمرنا ما قلنا اللي خاطئ ولا صحيح، مش هذا موضوعي. انا اليوم كمجتمع مدني كمواطن شنو نجم نغير في بلادي بالديمقراطيه اللي خذيناها احنا في بلادنا بالتداول على السلطه وليس بايجاد قوانين مثل القانون الانتخابات في تونس الذي هو قانون اقصائي الى حد نخاع وليس له علاقه بالديمقراطيه. نعم. فهو يديم تيارا معينا الذي كتبه. احنا في تونس بعد الثوره زاد يمينا، يلزمنا نقولها بعد الثوره الذي كتب الدستور اراد ان يديم لنفسه الإدامة وعدم الاعتراف بالتداول. لكن اللي كتب المشكل اليوم أن اللي كتب الدستور اللي متأكدين منه أنه تم التصويت ليه ديمقراطيا. اليوم يلزمنا كشعوب نقول لشكون نصوت ولشكون ما نصوتش، ناخذ درس من الماضي. اسكو اليوم أنا كي نمشي نصوت ما احنا غير قادرين أن نخضر مسؤوليتنا كشعوب بصفة عامة، وهي حاجة متاع عقليات متاع أن من صغار في المؤسسات في احنا نبنيو في تونس، احنا نعاودوا نبنيو في تونس من جديد بعد الثوره، لكن يلزمنا كشعوب وكمجتمع مدني وكسياسيين وكصحافه وغيره نتحملوا مسؤوليتنا في بناء البلاد. ولكن المجتمع المدني اليوم لا يتحدث عن تيار سياسي مثلا الذي يقيم الاجتماعات ليس في مقراته الحزبيه فقط بل في المقرات الدينيه، وهذا ضد الديمقراطيه. لكن حياد المساجد من اكبر النضالات المجتمع المدني وحتى للبعض السياسيين. ولكن ليس هناك قانون بطبيعة وهذاك اليوم النجم النقطة الإيجابية أنه النقد اللي تقوم به مدام كرايتا والنقد نقوم به أنا اليوم وكنا نجم نقولوه كما في إعلامكم كما نجم نقولوه في إعلامنا، هذا المهم. إسكو فما أذان صاغية ولا ليه؟ هذاك نجم نقولوه زادة، نجم نقولوا اللي ما سمعوناش، نجم نقولوا اللي فما غياب للحيادية ونجم نقضوه. أنا معاك اللي صار في المساجد من تسييس للخطاب الديني ومن حتى تهديد بالقتل بعد لجنة حقوق والحريات الكوليب تم تهديد بالقتل بالأسماء وغيره، هذا مشكل كبير. ومشكل هو أن الإنسان ما تتعاقبش، فما غراند امبونيتي العباد ما تتعاقبش، فما حتى صارت اغتيالات سياسية وليس هناك قوانين أيضا. ما نفتقده نحن الآن وخشيتي على هذا الدستور الجميل بيضا ذفرين هو أن يبقى دستورا فقط عنده هذه العلوية والهالة. أما القوانين المنظمة للتداول على السلطة وكذلك للانتخابات وللنظام السياسي وكأنه شيء منزل لا يجب أن ننظر فيه. الشيء الآخر أيضا الذي يحز في نفس التونسي هو أن هناك حرية إعلام لكن هناك سطو على الإعلام برأس المال الفاسد. هذا ما عندناش قوانين اللي تساعدك بحلقة عن ذلك، ولكن سننتقل إلى يحيى سواري من اليمن لأن اليمن أيضا من الدول التي شهدت حراكا وانتهى بها الأمر إلى حرب أهلية داخلية. لما بدأت أوعى العالم بدأت أتساءل شوف ليش إحنا عايشين هيك، أنا ليش أنا مش في مدرسة، ليش أنا مش في جامعة، أنا مش مكاني هون وسط الزيت في الورشة هذه. في المقابل أشوف العالم خارجي، شوف في التلفزيون كيف الناس عايشين. لما شفت ثورة تونس أبو عزيزي ولما شفت مصر كيف الناس خرجوا، هنا بدأت أعرف إنه في مسؤول على الحالة المأساوية اللي إحنا عايشين فيها داخل اليمن. كنت بسمع عن إنه في مسيرات أيضاً في اليمن وفي حراك في اليمن، وبدأت ألاحق المسيرات. كل ما أعرف إن في مسيرة في المكان الفلاني أروح. هذا كان يضايق أبي طبعاً. ما علينا، يقول ما لك ما لنا دخل، اجلس اطلب الله على نفسك. بس أنا كنت أعاند وأروح. هناك رحت اعتصمت يومين. من أول يومين جلست يومين بدون نوم، كانت من أسعد أيام حياتي. وخايفين والناس محاصرين للأمن المركزي وهناك بلاطجة منتظرين متى يهجموا علينا. بعدين روحت يوم الثالث، أبي بيقول لي فين كنت؟ قلت له كنت في الساحة. قال لي يلا اختار الآن الورشة ولا الساحة. وخرجت المفاتيح وكنت تفضل المفاتيح ورجعت الساحة. في أحد المسيرات اعتقلوا الحوثيين،
وهناك تبدأ حياة أخرى غير اللي بدأت في 2011. بتذكر أكثر شيء في السجن العذاب النفسي اللي كانوا يعذبونه، كانوا يحاولوا يكسروك معنوياً، يهينوك، متعمدين يهينوك. كنت بتذكر لما بسبب الأكل اللي بيجيبوه لنا اللي غالباً بحصل فيه صراصير طبعاً، بتذكر في السجن صوت اللي كان بيموت في الزنزانة اللي جنبنا. أنا من 2011 وأنا ما بين مظاهرة وسجن واعتصام وحرب وجبهات من جبهة إلى أخرى، فتعبت وانهكت فعلاً يعني، فقررت أخرج. أريد أن أعلق عن كلام زميلة لما قالت أنها ثورة ثورة. صحيح أن نحن في البداية اعتقدنا أن هناك صحيح ثورات والمشاكل الاجتماعية للتونسيين مثل ما للمصريين هي مشاكل حقيقية، لكن بعد انتقال الأحداث إلى مصر وإلى ليبيا عرفنا أن المخطط بدأ تنفيذه، وكان قبل الثورة التي تتحدثين عنها كان هناك خطاب أوباما في مصر، وهو الذي أظهر نية إيصال الإسلاميين إلى الحكم في البلدان العربية والإسلامية، وهذه هي كانت الخطة. حتى نرجع إلى حديث غولون دوما من سنتين قبل الهجوم على سوريا، قال أنه اتصلوا به من بريطانيا ومن بلدان أخرى وقالوا له نحضر شيء ضد سوريا، هل تم تسير معنا؟ ورفض هو ذلك. يعني من يعني نخطئ لما نقول أنها جاءت هيك سبونتاني، ولكن هذا في ظلم للشعوب التي نزلت إلى الشارع لتطالب بالتغيير. أوضح حقيقة، قلت أن هناك ظلم وهناك انتفاضات حقيقية، يعني تغذت من مشاكل اجتماعية. يعني المواطن السوري الذي نزل طلب بتغيير النظام الذي ما زال منذ 40 عام، هل هي حقيقة كل هذا حقيقة، لكن الخطة لم تكن من الداخل وإنما جاءت من الخارج، وتم إعداد شباب عبر لتسيير مواقع التواصل الاجتماعي في بلدان أوروبية للقيام بالثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا مثل ما يقع في فرنسا اليوم، وهناك ناس من وجهة نظري كل شيء هو رأي يعني في الحقيقة، وهناك نظر من وجهة نظر ناس من وجهة نظر يمينة. أنا عندي أنا مخمم على داخلي، مش حكيت وجهة نظر، حكيت نشوف الواقع الفرق بين احنا اللي عشناه هو كانت ثورة. دولة مرة يكلم في القدم متاع العالم قال انه ما فماش ربيع عربي، فما ربيع تونسي. انا شاطره اول مره شاطر رئيس دوله في حاجه الكلمه ذي عنده في الحق، فعلا فما ربيع تونسي، فعلا كما قالت يمينه فما بناء المؤسسات وهذا ياخذ برشا وقت. وبالنسبه للثوره، اسكو صارت ثوره ولا في تونس؟ فعلا هي صارت ثوره، على خاطر فما زوز من الناس اصحابي ماتوا قدامي في الثوره. هذوكم شنو؟ اسكو هذوكم في فيلم سينمائي؟ هو ليس فيلم سينمائي، هو فيلم حقيقي، والشعب التونسي يبني في بلاده حجر حجر. شكرا. انا نصور اللي مليم موافقه الشباب الكل اللي حاضر اليوم، هي مسؤوليتنا نصور اللي لو ديسكور نتاع الشباب اللي اوموجين. اكثر دليل انها توا في ديمقراطيه وانها ثوره انه فما الناس عندهم الحق يشكوا في انها ثوره. شكرا 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 لك يمينه. شكرا حدا حزام من الجزائر على المشاركه معنا، يمينه ثابت من تونس، وفاطمة عبد الله الكراي شكراً من المغرب. شكراً. وتونس، أهلا بكنا. شكرا لكم شباب على المشاركة معنا، وكنا نتمنى أن يكون الوقت أطول لكي تشاركوا أكثر. وإلى اللقاء مشاهدينا في حلقة جديدة من دنيانا، نحن اليوم في تونس، الحلقة القادمة من تونس أيضا، ونشكركم على المتابعة، وكونوا معنا الأسبوع المقبل.